وإحنا كنا نتكلم عن الحرج وعن الإرادة لضبط الإنسان نفسه عن الطعام والشراب. صحيح إحنا حديثنا في صناعة الاستدلال لمعرفة الحكم الشرعي، لكن الإنسان من أي واحد من شيعة أهل البيت عادة من يبحث في هذا الأمر، الصور الصعبة من الصبر على العطش تكون في باله، ماذا تخطر في باله وتحضر في باله المصائب التي مرت على أوليائه في هذا الشأن بالخصوص شأن العطش. وهذا هنا عندنا أمثلة عديدة منها ما ينقل عن الإمام الجواد عليه السلام أنه كان صائما، وأن اللعينة التي سقته السم وأعطته السم، أطعمته مثلا لعله في العنب في إفطاره، فهو أصابه بسبب السم عطش استثنائي، ثم هي تركته وخرجت، فبقي يكابد السم والعطش حتى قضى صلوات الله عليه. هذه مظلمة من مظالم أهل البيت. هذه المظلمة أيضا لها ما يناسبها، أيضا ما يذكر بها. احنا عدنا في زيارة أبي الفضل، اللي ورد عدنا ماذا؟ ورد عدنا أنه أشهد أنك أعطيت غاية المجهود، يعني مضمون الزيارة أنه أعطى غاية المجهود، بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود. غاية المجهود الظاهر كانت أيضا بحالة من حالات العطش، خصوصا في مواساته للحسين عليه السلام عندما ألقى الماء من كفه وكان هو بأمس الحاجة إلى الماء، ليس فقط لكي يروي غليله وإنما من أجل أن يستعين به على الجهاد في سبيل الله بين يدي الحسين عليه السلام وتنفيذا لأمره، لكن المواساة غلبت ذلك. وهناك عدة نصوص تشير إلى أن موقف أبي الفضل العباس في هذا الشأن كان موقفا استثنائيا، من حيث هذا التعبير أنه بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود، هذا وارد في رواية عن الصادق عليه السلام، والرواية معتبرة في زيارة العباس عليه السلام الواردة، وأيضا فيه يعني دلالة عظيمة على هذا الشأن مما تعرفه. وأيضا ورد في الزيارة نفس الزيارة، أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون والمجاهدون في سبيل الله، المناصحون له في جهاد أعدائه، المبالغون في نصرة أوليائه. يعني هو فعل ما لم يكن لازما عليه، وإنما الأمر بلغ إلى مرتبة عليا، ولا عجب في ذلك، لأنه روي عن الحسين عليه السلام أنه في لحظاته الأخيرة أخذ منه العطش ما أخذه، فحمل على القوم فكشفهم، وكأنه هذه هي كانت آخر قدرة الحسين وطاقة الحسين عليه السلام، فكشفهم ثم مد يده ليشرب من الماء، وكان
الفرس الذي يمتطيه الحسين أيضا عطشان. فالإمام عليه السلام قال له أنا عطشان وأنت عطشان، وكأنه فهم كلام الحسين. على أي حال تذكرون القضية، أنا مجرد أشير إليها، أنتم تعرفونها، قد يكون لا أستطيع أن أؤدي حقها كما ينبغي لمثل هذه المصائب. الشيء المؤلم جدا الذي يبقى ألمه ملازم لأجيال المؤمنين حتى ظهور صاحب الأمر والأخذ بثأر الحسين، هو أن الحسين عليه السلام عندما أراد أن يشرب الماء في تلك اللحظة صاح به أحد الأعداء: يا حسين أتلتذ بالماء وقد هتكت حريمك. فالإمام الحسين عليه السلام في الرواية المعروفة ألقى الماء من كفه ثم رجع إلى الخيام فوجدها سالما، لكن هذه الفرصة الأخيرة التي كان يمكنه فيها أن يشرب الماء هو أيضا ترك شرب الماء. فلهذا من المهم جدا، احنا صحيح نبحث في فقه الصوم ونحاول ان نلتفت الى احكامه وكذا، لكن من جملة الامور التي تقوي المؤمنين على الصيام هي انهم يستحضرون من ذاكرة الولاء والمصائب عندهم فجائع اوليائهم ممن صبروا على العطش من اجل تلك القيم العظيمة والمبادئ الجليلة التي بقوا مثلا أعلى لكل من يريد أن يلتزم بهذه المبادئ. سلام الله عليك يا أبا عبد الله، سلام الله عليك يا أبا الفضل العباس، سلام الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا جعفر الجواد، معظم الله أجورنا وأجوركم، متقبل الله أعمالكم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.